إلى موضوع آخر، احتضنت مدينة الجسور المعلقة قسنطين الملتقى 14 حول سرطان الجهاز الهضمي بحضور أطباء وباحثين من الجزائر ومن عدة دول أجنبية. تم فيه بحث آليات التكفل الأمثل بهذا المرض. هذا واعتبر المشاركون الملتقى فرصة للتعرف على مختلف المستجدات حول طرق التكفل بالمرضى وكيفية التشخيص وكذا سبل الوقاية والاحتياط للأصحاء. الخزاز اللاجي. الحمد لله، بداية مشروع ناجح جدا في الجزائر من المشروع الوطني للتحكم بالسرطان. فحاليا هو لازم يكون التركيز على الكشف المبكر وعلى الوقاية من السرطان، بالإضافة إلى وضع بروتوكولات للعلاج السرطان ومتابعة المرضى بطريقة علمية. J'ai beaucoup travaillé sur la résistance aux médicaments anticancéreux. D'abord les médicaments de la chimiothérapie, et puis comme les anthracyclines, les médicaments cytotoxiques qu'on appelle, parce qu'ils tuent simplement les cellules. Et puis je me suis ensuite intéressé au problème de résistance aux thérapies ciblées, c'est-à-dire à ces molécules qui visent directement les mécanismes de la cancérisation. نحن سعيدين بأننا موجودين في هذا الملتقى، في هذا الملتقى العلمي الكبير الذي يخدم قضايا المنطقة والمنطقة العربية كلها، وسعيدين أن نقدم تجربتنا ونشارك أخوتنا الجزائريين في تجربتهم عن علاج الأورام، وإن شاء الله ستقدم أوراق علمية كبيرة تخدم المنطقة بالذات في قضايا وأورام الجهاز الهضمي. C'est un congrès qui met à jour les nouvelles recommandations, les prises en charge des cancers, beaucoup plus les cancers digestifs. C'est bénéfique pour nous, en Algérie, pour avancer chouïa, pour pouvoir prendre en charge nos malades.